دافع وبيهاجم على فترات كبيره جدا باستحياء، ان انا بحاول مع نادي كبير بحجم نادي اشوف الجانب الهجومي ايه، لكن ما كانش في اي حاجه خالص خطير علينا. انما الشوط الاول الاهلي كان احسن، عنده انتشار جيد، عنده فرص، عنده فرصه محققه لميدو جابر، الكره ضاعت في بينالتي، ضاع في هدف لباقه برضه، في رد ضاع كان ممكن يفرق. انا عايز افكرك بحاجه مهمه جدا، انت قلت استغلال الفرص قبل اللي خايف منه. كان مردود الشوط الثاني بقى انخفاض فني ملحوظ غير عادي. أسوأ شوط لتيم النادي الاهلي من فتره كبيره جدا. نتيجه انا من وجهه نظري الفنيه انا شايفها ان في ناس كتيره جدا بدلاء مش بحكم الاساسيين. خلينا واقعيين، النهارده انت بتدي فرصه ميدو جابر، بتدي فرصه لباكا، بتدي فرصه واخد بالك لمروان، بتدي فرص مجموعه فرص النهارده. خلينا واقعيين بشكل الانخفاض الفني اللي كان موجود الشوط الثاني هي موضوع. وبعدين قلت لك فروق فرديه يا ميدو، فين الفروق الفرديه بتاع النادي؟ فين الجماعيه؟ جماعيه اللعب النهارده مش موجود. فين الانياب؟ فين الشخصيه في الوقت ده؟ مفيش حاجه فني. احنا لما بنتكلم انه في 45 دقيقه بقول لك الشوط الثاني بقى كان بالا سيتي بشكل رائع، راحت طمعت هددت وصلت عن طريق ثوابت كورنر اكتر من فرصه، لعب جماعي راحوا بهدف. لو الدنيا برضه حلوه واللي خد بالك وقلت لك الاخطاء الدفاعيه والتراجع الغير عادي، التراجع الفني لكل الفرق على المستوى الهجومي والدفاعي، التراجع وصلهم لهدف ثاني بينالتي عشوائي ملوش اي لازمه من السوليه، يعني بدل ما ياخدوا الكوره خد رجل الراجل، ده كان هدف ثاني. المحصله ان انا من وجهه نظري ان لابد ان يبقى في وقفه لتغيير شكل النادي الاهلي بالنسبه للعيبه. لازم النهارده يبقى في حساب كبير جدا وفي وقفه في مين اللي معايا وفين اللي هيقعد وفين اللي هيمشي في بدايه الموسم الجديد. لان يعني واضح يا كابتن ميدو ان الجانب الفني خلي بالك في ناس خدت فرص كتيره جدا، في ناس خدت فرص كتيره جدا ولا جديد، خدت فرصه في الزمالك، خدت فرص في الترجي، خدت فرص وخد بالك في الاسيوطي، خدت فرص النهارده، وتراجع فني بنسبه كبيره جدا. لازم نعيد حساباتنا مع بعض من اللعيبه اللي بتلعب في النادي الاهلي. كابتن عادل.